مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا. معركة الموصل في يومها الثالث، تباطؤ في تقدم القوات العراقية وتساؤلات عن الدور الأمريكي. وفي مصر احتجاجات في بورسعيد تقابلها خشية إسرائيلية على نظام عبد الفتاح السيسي. تدخل معركة الموصل يومها الثالث في ظل حالة ارتباك للقوات العراقية التي انسحبت من مناطق سيطرت عليها في اليوم الأول للمعركة نتيجة هجمات مباغتة قام بها تنظيم الدولة، كما أدت هذه الهجمات إلى وقف التحركات العسكرية في المحور الشرقي. وفي جانب آخر، يصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى المنطقة في زيارة يبدأها من تركيا لبحث تطورات الحرب ضد تنظيم الدولة، خصوصا معركة الموصل. ما هي أهمية هذه المعركة للولايات المتحدة؟ وهل لدى واشنطن خطط مستقبلية لكيفية إدارة هذه المدينة بعد تحريرها وللمشهد العراقي بشكل عام؟ لنقاش هذا الموضوع رحب ضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد أبو العنين، الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا. كما أرحب بالشيخ لطيف السعيدي، المحلل والناشط السياسي، معي عبر الهاتف من هنا من لندن. مرحبا بك شيخ عبد اللطيف. حياك الله أخي الكريم، وأهلا ومرحبا بك وبضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك سيد محمد أبو العنين هنا في الاستوديو. متابعتك لهذه المعركة، قراءتك لتطوراتها خلال منذ بدء المعركة إلى اليوم الثالث في البداية. ربما يعني تكون هذه المعركة يعني تشهد استعدادات كبيرة أو شهدت استعدادات كبيرة من كل الأطراف، وعلى الأخص بذلك أعتقد أن صاحب التوقيت هو الولايات المتحدة الأمريكية، هي صاحبة التوقيت وهي صاحبة الكلمة الفصل في الموضوع. وإن كنت أرى أنه كان هناك قدر من التباطؤ الأمريكي في الوصول إلى هذه المعركة في هذا التوقيت بالذات لعدد من الأسباب، أهمها أنه ربما يكون هناك اتفاق لدى كل الأطراف على أن هناك هزيمة محققة ربما لتنظيم الدولة الإسلامية، ولكن المشكلة الرئيسية هي من هو المنتصر. لن نستطيع أن نحدد من هو المنتصر، هناك صراع سياسي ما بين الأطراف التي دخلت هذه الحرب وعدم توافق سياسي وتقاطع للمصالح بينها. هناك المدنيون السنة الذين هم سيكونون ضحايا لهذه العملية. هناك عملية سياسية ليست يعني لا يمكن تحديد معالمها لما بعد معركة الموصل. هذه البقعة لها أهمية سياسية، لها أهمية تاريخية، لها أهمية استراتيجية، تمثل موطن رئيسي وموطئ قدم رئيسي للسنة في العراق. لا ننسى أن المعارك التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 قد أفرزت القاعدة، ثم بعد ذلك ما فعله المالكي من تهميش للسنة في العراق وإقصاء لهم من العملية السياسية أدى إلى ظهور داعش. ربما تفرز هذه المعركة إذا لم يكن هناك أفق سياسيا لما بعد المعركة حول ما هو الموقف السياسي، كيف تدار هذه البقعة التي يسكنها غالبية سنية، وهناك رفض من الحكومة العراقية بشكل مباشر للحديث عن أي كونفدرالية تضمن حقوق السنة في هذه البقعة. هذا يؤشر إلى وجود مشكلات عديدة. ربما كانت الولايات المتحدة الأمريكية متعارضة أو لديها تضارب في قدر ما في هل نعجل بالمعركة لتحقيق مكاسب ربما تكون في صالح المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة، أم أن نؤخر الصدام حتى لا تظهر نتائج ما بعد المعركة. جميل. شيخ لطيف السعيدي، يعني في اليوم الأول ربما تم الإعلان عن تقدم سريع للقوات المهاجمة، تحدثنا عن البشمركة والقوات العراقية سيطرت على عدد كبير من القرى، وصل بحسب الإعلان إلى 20 قرية، لكن بالأمس واليوم تم الانسحاب من مجموعة من هذه القرى، فسرته القوات المشاركة في هذه العمليات بهجمات مباغتة من التنظيم برصاص قناصة. برأيك هل تم الاستعجال في هذه المعركة في البدء في إعلان هذه المعركة رغم العدد الكبير للقوات المشاركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، لم يتم الاستعجال في المعركة إطلاقا. المعارك اللي موجودة في الشرق الأوسط وخاصة في العراق وسوريا هي مخطط لها مسبقا، ولا علاقة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، لأن هنالك تخطيطات وهنالك مدارس استراتيجية وهنالك استخبارات. الرئيس ما عليه إلا التوقيع أو أحيانا المناوبة مع الكونغرس أو غيره. فالمعركة مخططة مسبقا، والمعركة هي تطهير عرقي كامل في العراق وفي سوريا، وحصل ابتداء في العراق. أما سبب الخلل في المعركة، لأنه الجنود اللي موجودين على الأرض كلهم بدون استثناء حتى معهم الأمريكان هم عبارة عن مرتزقة، والمرتزق هو يخاف على نفسه، هو جاي من أجل الارتزاق وليس جاي من أجل عقيدة أو مبدأ، في الحين يقابل رجال أصحاب عقيدة ومستميتين في سبيل وطنهم وقسم في سبيل عقيدتهم. الذي يعارك في الموصل وفي كل أنحاء العراق هم المقاومة العراقية القوية، ولكن للأسف الشديد أن العرب قبلوا بأن يسمونه، مرة سموهم القاعدة وأخرى سموهم داعش، وهكذا مسميات ما أنزل الله بها من سلطان. أخي الكريم، نعم موجود الإرهاب، والإرهاب بسبب الإرهاب هو الأمريكان، وهم من أجون بالإرهاب، وسبب الأمريكان وسبب الإرهاب هي إيران. ولكن شيخ لطيف سعيد، المعذرة على المقاطعة، يعني تنظيم الدولة أعلن عن تواجده، أعلن الموصل يعني عاصمة ثانية لهذا التنظيم، سيطر عليها قبل عامين من الآن. الجميع يتحدث عن وجود لتنظيم الدولة، وسائل الإعلام يعني السيطرة على المدن العراقية المختلفة خلال فترة وجيزة، والحرب الآن التي تدار في العراق، كيف نفهم ما تقول يعني بالتحديد؟ نعم سيدي، كل مقاوم لما يرى انه العالم كله ضده ويحاصر محاصرة اللي هي محاصرة العراق، حاصره الأخ قبل الصديق، والأخ الذي موت مليون طفل عراقي، الأخ العراقي الخليجي، والأخ المصري، والأخ الجزائري، والأخ السوري، قتلوا مليون طفل عراقي. أخي الكريم، ماذا يفعل الآخر؟ الآخر قطعا يستعين بما يستطيع، يقف يدعي الدولة الإسلامية ويدعي داعش ويدعي القاعدة. وأنت شفت الشريط اللي انبث أمس، ماذا يقولون؟ يقولون سنطرد أمريكا من العراق حصرا، يعني حددوها. إذا شفت ما تبثه كل وسائل الإعلام بثته، قالوا لأنهم قيادات عسكرية قوية، أين راح الجيش العراقي الذي كان يعتبر الجيش الخامس في العالم؟ أخي الكريم، هؤلاء قادة عسكريين مدربون وخاضوا حروب متعددة، والآن هم يدربون أبنائهم ويدربون أجيال قادمة. مستحيل العراق يبقى لإيران أو لأمريكا. أخي الكريم، الفيتناميين طردوا الأمريكان من بلادهم، كيف بالعراقيين اللي عمر العراق عمره 10,000 سنة بالتاريخ؟ يا سيدي، هؤلاء اللي قادمين إلينا مرتزقة يضربون من الجو، لن يستطيع الوقوف وإن احتلوا الموصل. ستظهر مو دولة إسلامية، ستظهر مجاميع إرهابية أخرى، لأن هذا بلد قديم. طيب، بلد واضح له تاريخ يا سيدي. طيب واضح. انضم إلينا أيضا الدكتور سيد عمر عبد الستار الكربولي، البرلماني العراقي السابق، تحدث معنا من إسطنبول. سيد الكربولي، مرحبا بك، حياكم الله. مرحبا بك. سيد الكربولي، هل من تعليق فيما كنت استمع إليه من حديث الشيخ لطيف السعيدي حول حقيقة ما يجري من معارك الآن، واستهداف لمقاومة عراقية، و يعني وجود لجيش عراقي، يتحدث عن الجيش العراقي السابق أين ذهب وغيره؟ يعني هو هذا الحديث ذو شجون الحقيقة، يختلف التعاطي معه بين جهة وأخرى، لكن وجد نظري أن مجتمعاتنا لا تعاني من مشكلة قومية ولا من مشكلة دينية، لا تعاني من مشكلة تعدد العراق ولا من مشكلة تعدد أديان، بقدر ما تعاني من فقدان الدولة الدستورية العادلة، من فقدان دستور ينظم العلاقات بين الناس، ينظم العلاقة بين الدين والدولة، وشعب يختار حاكمه. فقدان هذا أدى إلى فقدان الذاكرة،
يعني هناك فقدان للدولة الدستورية العادلة، هذا يشبه فقدان مرض المناعة المكتسب الآيدز. الآيدز يضرب يسمونه الميموري سيلز مال الهيومن بوديز، يعني يضرب خلية الذاكرة المسؤولة عن حماية الجسم، يعني ينقضه يعني ويدعه أثرا بعد عين. وفقدان الدولة الدستورية العادلة التي تنظم العلاقات بين القضاء بين المكونات وتحفظ الحقوق وتكون هناك حكومة تمثل شعبها ترعاهم ولها سيادة وتكون لها ندية بين الدول، هذا مفقود في البلاد العربية الإسلامية إلا من رحم ربك. ومن هذا الفراغ تسللت داعش وتسللت القاعدة وتسللت ولاية الفقيه وتسلل الاحتلال وتسلل الانقلابات العسكرية في العراق بعد الاحتلال منذ 58 اليوم. الانقلاب والاحتلال والإرهاب أوجه متعددة لفوضى تعاني منها شعوبنا، ما لم تخرج شعوبنا حتى الربيع العربي الذي حصل وهو فاصلة تاريخية رابعة ربما في حياة هذه الأمة، كانت ضد فقدان الدولة من أجل إيجاد من أجل البحث عن دستور فقده المسلمون يعني منذ صفين إلى اليوم. الحقيقة نحن انتقلنا من حكم بدستور وشعب يختار حاكمه إلى ملك عظيم، وبالتالي نحن نريد أن يعني الصلاح هنا والخلل هنا والزلزال التاريخي هنا، هذا يحتاج زلزال تاريخي لكي يعود، وفقدانه أيضا يدخلك في زلزال تاريخي. هذه حقيقة هو مسار التاريخي للعرب والغرب، وبدون والغرب غلبنا به هذا النموذج ينهي النزاع العربي العربي الداخلي، وكذلك يقلب توازن القوى لصالح دولة هذا النموذج. انظر إلى تركيا اليوم على سبيل المثال، وهي تتصارع بنموذجها السياسي مع نموذج القاعدة وداعش وولاية الفقيه وإلى آخره منذ 19 إلى اليوم. واضح. هذا النموذج اليوم انتصر بعد الانقلاب وأصبح له وزن يعني كبير إقليميا ودوليا. من هنا نقول أن داؤك فيك وما تبصره، وهذا البيت يعني نحن يجب أن لا نلقي اللوم على التاريخ ولا على الجغرافيا ولا على الآخرين. القرآن علمنا. واضح. نعم. نعم قال هو من عند أنفسكم. نعم الآخرون يوظفون هذا الخلل لصالحهم، لكن الخلل بالبداية عندنا. واضح. ابقى معي يا سيد الكربولي. الخلل أساسا موجود داخل هذه الدول. إذا تحدثنا عن العراق الآن، يعني رغم ما تعرض له العراق منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 وسيطرة أطراف معينة مذهبية طائفية معينة على المشهد في العراق وما تعرض له أهل السنة، هل يدفع ذلك؟ هل هذا يعتبر مبرر لوجود تنظيمات مسلحة كما كتنظيم الدولة مثلا؟ هل يعني يتم توصيف المشهد بهذه الطريقة أن هذه الحرب هي عبارة عن استهداف لمن يقاوم هذا المشهد الطائفي، هذا الاستهداف الخارجي الأمريكي وغيره؟ من الصعوبة بمكان حسم القضية بهذا السياق والحديث عن أن ما يحدث هو لا يحمل بعدا طائفيا أو أنه عبارة عن حرب للمحتل الأمريكي، هذا من الصعوبة بمكان. لابد من الاعتراف من أن ما قاله السيد عمر الكربولي أتفق مع جزء كبير منه. غياب الدولة الدستورية، غياب مفهوم القانون والعدالة في مجتمعاتنا هي ما أفرز هذه التنظيمات. لدينا مشاكل رئيسية في فهم بعضنا للدين، هذا أفرز أيضا قدر من التطرف وقدر من الغلو في الأفكار. أعتقد أن هذا ساهم في تأجيج الصورة، ولكن المحتل نفسه ساهم إلى حد كبير في تأجيج هذه الصورة وإيجادها. تفكيك الجيش العراقي ساهم فيما نتحدث عنه من غياب الدولة المركزية، وعندما تغيب الدولة المركزية تفرز مثل هذه الجماعات التي تلجأ إلى العنف. هذه الجماعات التي لجأت إلى العنف غزاها أيضا النظام العراقي الذي أفرزه الاحتلال، والذي ساهم إلى قدر كبير في تأجيج المشاعر الطائفية، في استغلال عدد كبير من القضايا في
محاولة استثمار هذا لترسيخ الروح الطائفية في البنيان المجتمعي. هذا الأمر ربما كله مجتمع، يعني كله مجتمعا مع بعضه أفرز الحالة التي نشاهدها الآن، والتي لا نستطيع أن نقول أن السبب أو السبب المباشر لها هذا هو. لا، نحن نعيش حالة متكاملة من غياب الدولة المركزية، من ضعف وترهل المنظومة السياسية والقانونية في بلداننا. هذا الأمر ساهم إلى حد كبير في إيجاد هذا الفراغ الذي نشاهده الآن، والذي أفسح المجال بشكل عام لظهور مثل هذه التنظيمات والتعامل العنيف الذي نشاهده الحالي الآن. ولكن إلى جانب ذلك أيضا هناك حالة يجب أن ننظر إليها، دور المحتل في هذا التقسيم. هذا يلعب دور رئيسي في هذا الأمر، ومن أجل مصلحة الطرف الرئيسي الذي يراد له أن يغيب عن الصورة وهو إسرائيل. نحن في هذا الصراع الطائفي، نحن في هذا الصراع على التجزئة والتقسيم وإعادة تقطيع البلدان وأوصلها تحت حجج متعددة ومتنوعة، منها الطائفي ومنها العرقي ومنها الديني. كل هذا الأمر إنما لا يخدم في نهاية المطاف في تقديري إلا مصالح إسرائيل، وهذه هي العنوان الغائب في هذا السياق. البعض يأخذنا إلى الحديث عن أن القضية قضية طائفية والسبب فيها صراع شيعي سني أحدهما يستهدف الآخر. ربما هناك بعض الأطراف تسعى إلى تأجيج مثل هذه المشاعر، ولكن في النهاية في تقديري أن الصراع صراع سياسي له علاقة في الأساس بتغييب الأقليات عن قضية الحكم، ما أفرز الحالة التي نشاهدها الآن. حتى التوصيف الشيعي هو يتعلق بمسألة الإيرانية، بمسألة دعم إيران لهذه الجماعات والميليشيات المتواجدة في داخل العراق. نفس الخطاب يستخدم من جانب الفصيل الآخر عندما يتحدث الشيعة، عندما يقولون أن تنظيم القاعدة، وهذا خطاب متكرر بالمناسبة، تنظيم القاعدة والداعش إنما يمولوا من جانب المملكة العربية السعودية ومن جانب قطر، ومحاولة من جانب السنة لإيجاد ذريعة لهم في هذا الأمر. وهذا يأخذنا إلى قضية في غاية الأهمية، الحديث عن أن ما يحدث في العراق هو مقاومة للمحتل دون أن نذكر أن هناك مشكلة رئيسية موجودة، هذا تجاهل تماما لوجود ما يسمى بالتنظيمات المتطرفة والإرهابية. على الجانب الآخر لا يمكن أن نتحدث عن أنه لا يوجد نفوذ إيراني في القضية، يوجد نفوذ ويوجد سعي، ولكنه في نهاية المطاف هو سعي كسعي سياسي لكل الأطراف بأن تحصل على نفوذها. ربما يختلف هنا الدور الإيراني. رأينا قادة في الجيش الإيراني جنرالات موجودين في داخل العراق يوجهون المعارك ويديرونها، رأينا ذلك في الفلوجة. يعني مشاركة لا تقتصر فقط على دعم مادي أو استشارات عسكرية، وإنما على وجود فعلي داخل إيران، هذا داخل صحيح العراق. هذا صحيح وملحوظ، ولكن في النهاية علينا أن نراجع، هل سعى العرب بشكل حقيقي للوجود داخل العراق أو للتأثير؟ لا تنسى أن العرب في المجمل كانوا مؤيدون للعدوان الأمريكي. غياب الدور العربي ودعوا بشكل مباشر القوات الأمريكية للتدخل، ولم يجرؤ أي حاكم عربي إلى التصدي لهذا الأمر. واضح. لا تنسى أن هذا الغياب إنما أفرغ الساحة وقدم العراق طبق صائغ على للإيرانيين. هذه هي قضية. طيب. قضية يجب أن نضعها في الاعتبار. غياب عربي واضح عن هذه القضية، القضية العراقية ومعركة الموصل. أعود إلى الشيخ لطيف السعيدي الآن، في ظل هذا الغياب العربي وفي ظل الاهتمام الأمريكي بهذه المعركة وبمواجهة ما تطلق عليه تنظيم الدولة الآن في الموصل، شيخ لطيف، يعني برأيك الاهتمام الأمريكي الآن بهذه المعركة، البعض يصف ذلك هو تجنبا لما يحدث في وهروبا مما يحدث في حلب في سوريا، والبعض يصف ذلك باهتمام الولايات المتحدة بتحقيق انتصار لإدارة الرئيس أوباما قبل انتهاء ولايته، هل تتفق مع ذلك؟ أخي الكريم، هذه هي حرب مقدمة لحرب أكبر مما نحن فيه، وستشهد الأشهر القادمة الحرب القادمة، لأنه أنت أخذ لماذا أكبر حاملة للطائرات بالعالم وهي روسية موجودة الآن على السواحل
السورية. لماذا كل دول العالم تشترك الآن حوالي 63 دولة على مدينة واحدة تتجاوز مساحتها 10 مرات أفرض بقدر لبنان؟ يعني هذه ضحك على الذقون. هذه جيوش قادمة لحرب دولية أو على الأقل لاتفاقية أخرى على أنقاض اتفاقية سايكس بيكو التي انتهت في البلاد العربية 2016 بشهر السادس وستنتهي في تركيا عام 2023 بتقريبا آخر سنة من خلافة أو من رئاسة الرئيس الأمريكي القادم. أخي الكريم، هذه حرب قال عنها ديك تشيني عندما غزا أفغانستان، بدأت ولن يدركها أحفادنا، لكن المنطقة ماذا تفعل؟ العرب يتناسون. بوش نفسه الابن اللي غزا العراق قال لو غزي بلدي لقاومت. العرب يتخبؤون وراء أصابعهم. أخي الكريم، العرب لو ساندين المقاومة العراقية، سواء كانوا خاصة الفاعلين كانوا الخليج ومصر الذين هم مهدوا للقوات الأمريكية أن تغزو العراق، قناة السويس وبعض الأراضي العربية هي التي من عندها تم الغزو. وأحد الناس وأحد العلماء وقالها في بيتي، لو السعودية ومصر قالوا لبوش لا، لن يتمكن بوش من غزو العراق. أخي الكريم، هذه حقيقة، ولتناسى الحقيقة هذا أما يتجاهل أو إنه غبي لا قتله بالسياسة. أخي الكريم، العمل السياسي الآن الموجود في العراق لتطهير عرقي للسنة وأكد للسنة وموافقة الدول العربية عليه، للسنة في العراق وفي سوريا. قتل السني من الطفل إلى المرأة إلى الشيخ، أين حقوق الإنسان أخي الكريم؟ ويطلعون مصالح، يعملون مصالح في بغداد وفي حلب وفي مناطق أخرى. نعم. أخي الكريم، أنت ليس بالموقع، نحن بالميدان ونشوف تجينا صور والله يندى لها الجبين. طيب، وضحت الصورة شيخ لطيف السعيدي. نعم، وضحت الصورة، يبقى معي لو سمحت. أعود إليك سيد عمر الكربولي، أمام هذا الاستهداف الممنهج بحسب رأي الشيخ لطيف السعيدي، ما هو المستقبل الآن بالنسبة لمدينة الموصل بعد تحريرها؟ هل برأيك يعني هل من خطط واضحة لدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإدارة المدينة بعد التحرير، أم أن الولايات المتحدة ستكرر الأخطاء السابقة في العراق بعد غزوه في عام 2003؟ أنا سأجيبك على السؤال، لكن اسمح لي بعد النهاية أن يعني أنا أعتذر لأن عندي موعد الحقيقة، فأرجو المعذرة. طيب، هو حقيقة يعني ربما أضع المعادلة التالية وأبدأها بسؤال وأجيب عن السؤال. هل واقع العرب السنة اليوم بعد الموصل يشبه واقع الكرد بعد تحرير الكويت؟ الإجابة على هذا السؤال يبدو لي هي التي سترسم يعني واقع العرب السنة في السنوات العشر القادمة. أنا أعتقد المعطيات الجيوسياسية الموجودة اليوم في العراق في بغداد أو حول الموصل ربما تشبه معطيات بغداد بطريقة أو بأخرى، بل حتى ربما تزيد عليها بعد تحرير الكويت، لأن هناك تحالفين، تحالف دولي وتحالف إقليمي، هناك تقارب تركي مع السعودية كما كان بعد أو أثناء تحرير الكويت، هناك تعب في بغداد، وبالتالي هناك خراب في محافظات العرب السنة وأهل السنة مهجرون كما كان الكرد مهجرون بعد تحرير الكويت. يعني هل سيفعل العرب السنة بعد الموصل كما فعل الكرد بعد تحرير الكويت؟ هذا سؤال موجه لرموزهم، سواء معارضين، مشاركين، جمهور إلى آخره. أنا أعتقد معركة الموصل التي تأخرت عامين وانطلقت الآن بتحالف دولي وإقليمي ومحلي ربما لا يشبه مدينة أخرى في الموصل، يعني لو ليست هناك مدينة تشبه الموصل الآن في هذا الخشوش إلا برلين بال45 والكويت بال91. فأنا أعتقد هناك حقبة دولية محلية إقليمية جديدة بعد الموصل، وهناك مجال يعني هناك فراغ سياسي، اللاعبون المحليون والإقليميون سيستغلون هذا الفراغ السياسي، لكن أنا أدعو جمهور ورموز العرب السنة إلى أن يقتنصوا هذه الفرصة، وهي فرصة تاريخية
قبل يعني قبل يعني قبل ان يفكروا بانتخابات 2018 البرلمانيه، لان تجارب التوافق والعراقيه واتحاد القوى تحت السقف الايراني منذ 2003 الى اليوم فشلت فشلا ذريعا، المعارضون للعمليه السياسيه فشلوا. فبالتالي انا اعتقد التركيز يجب ان يكون على محافظاتنا لكي نعيد الحياه لها قبل ان نفكر شكراً. نعيد الحياه لبغداد. هذا ما اراه والله الموفق يعني. شكرا جزيلا عمر عبد الستار الكربوليني البرلماني العراقي السابق، حدثنا من اسطنبول. سيد محمد ابو العنين، يعني تساؤل ربما اخذ منحا اخر سيد الكربولي، بدلا عن سؤال واشنطن ماذا خططت لما بعد الموصل، ماذا عن العرب؟ كيف يمكن ان نستغلوا هذه المعركه التي يتحدث الجميع انها ستكون معركه فاصله؟ هذا صحيح، ويجب علينا أن لا ننكر أن العرب أنفسهم مشاركون، يعني مشاركون فيما يحدث في الموصل الآن. هناك شبه موافقة من جانب أطراف عربية على ما يحدث في الموصل، هناك شبه موافقة من جانب تركيا وهي أحد الداعمين للكتلة السنية أو ما يمكن أن نقول عنه كتلة السنة في العراق وفي الوطن العربي. هناك ما يقارب من 1500 جندي تركي يشاركون في المعارك الحاصلة الآن. هذا يجعل أيضا الغياب العربي مثير للجدل ومثير للتساؤل. إذا غاب العرب بهذه الطريقة فعلينا أن نتحدث فيما بعد ذلك عن أن ترك السنة في العراق ولم يقف إلى جانبهم أحد، ونتحدث عن مد شيعي وعن هزيمة للسنة في العراق دون أن نضع في الاعتبار ما هي الاستراتيجية التي نملكها كعرب لتمكين هؤلاء، ليس باعتبارهم في تقديري سنة أو شيعة، ولكن باعتبارهم أهالي لهذه المنطقة ربما نالهم كثير من المظالم منذ العدوان الأمريكي على العراق، وعلينا أن نعيد تنظيم العملية السياسية أو نقدم مشروع لتنظيم العملية السياسية في العراق يضمن إدماج هؤلاء أو مجرد إيجاد حل لهم ككونفدرالية يمكن أن تساهم بشكل ما في توطيد الحكم في العراق وتهدئة الأوضاع حتى لا يطال المدنيين ما يحدث الآن. هذا الأمر لم يقدم، وبالتالي نأتي بعد انتهاء هذه المعارك لنشتكي من أننا لم نكن طرفا فيما يحدث، رغم أننا ساهمنا ولو بالرضا وبالقبول في حدوث أو في تشكيل المشهد الذي يحدث الآن. طيب إذن مساهمة عربية في تشكيل هذا المشهد. شيخ لطيف السعيدي، برأيك يعني إذا كان واشنطن ليس لديها مخطط واضح لما بعد تحرير الموصل، برأيك هل تلعب تركيا هذا الدور؟ تركيا أخي الكريم غير قادرة على لعب الدور، لأنها أيضا تخاف على حدودها وتخاف على بلدها، ولكن ستبقى تناور مناورة وليس لعب دور واضح في الموصل أو في مناطق أخرى. الوضع في العراق لن يستقر العراق، والعراق هو بورصة العالم، إذا استقر العراق استقر العالم، وهذا ما قالته آمال عمر من واشنطن وهي تشتغل في البيت الأبيض على قناة الجزيرة. لن استقرار العالم إلا باستقرار العراق، واستقرار العراق لن يتم إلا بانتهاء الغزو الأمريكي، انهاء الاحتلال الأمريكي والإيراني من العراق، وسيبقى العراق يحاربون العراقيين، والذي يفصل بين العراق سنة وشيعة أيضا هذا على خطأ. العراقيين متحدون والعراقيين متفقون، وهنالك حتى في الموصل من يحارب من الشيعة موجودين. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا الشيخ لطيف السعيد المحلل الناشط السياسي. بهذا أعزائي المشاهدين نختم هذا الجزء المخصص لمعركة الموصل. فاصل قصير ثم